هل نعيش في الجمهورية اللبنانية أم في جمهورية حركة أمل؟ وهل دولتنا دولة حقا وتحكم سيطرتها على كل أراضيها أم أنها دولة في منطقة وشبه دولة أو حتى لا دولة في منطقة أخرى؟ والأهم، إلى متى سنخرج من زمن الميليشيات إلى زمن الدولة؟ سبب الأسئلة التي طرحناها مشروع، فما حصل أمام مجلس الجنوب فضيحة بحق الجمهورية والدولة وفضيحة خصوصا بحق مجلس الجنوب. فأي دولة في بدايات القرن 21 لا تؤمن للمحتجين من أبنائها حق التظاهر والتعبير عن الرأي سلميا؟ وأي جمهورية يتعرض مواطنوها للضرب والاعتداء في وضح النهار ولا تتحرك قواها الأمنية فورا وبقوة لردع المعتدين والاقتصاص منهم؟ أكثر من 10 جرحى تعرضوا للضرب الهمجي قبل أن تصل القوى الأمنية لفض الإشكال وإخراج المتظاهرين من الفخ المحكم الذي نصب لهم. سبب الضرب أن المحتجين اعتبروا مجلس الجنوب مزرابا من مزاريب الهدر، وهو في الحقيقة أكثر من ذلك، إنه مزراب للفساد والإفساد والزبائنية السياسية، وهو مزراب للهدر والصفقات والفضائح المدوية. إنه معروف من زمان بأنه مجلس الجيوب لا مجلس الجنوب، وهو محمي من ميليشيا أكدت من خلال تصرفاتها أن المجلس المذكور ليس تابعا للدولة بل لها، ويشكل جزءا لا يتجزأ من منظومتها السلطوية الفاسدة التي تحكمت برقاب اللبنانيين منذ أكثر من 30 عاما. لكن المشكلة لا تتعلق فقط بحركة أمل بل أيضا بالرئيس نبيه بري، فكيف يمكن لرئيس مجلس النواب أي رئيس أعرق مؤسسة في الأنظمة الديمقراطية أن يبرر الديكتاتورية العلنية والفاضحة التي يمارسها أزلامه في الشارع؟ إن حارس النظام الديمقراطي لا يمكنه أن يكون حارسا وحاميا لمن ينتهكون القوانين والأنظمة، وأن المسؤول الأول عن التشريع لا يمكنه أن يشرع قانون الغاب لأنصاره وأزلامه، علما أن اعتداءات اليوم أمام مجلس الجنوب حصل مثلها قبل يومين في البقاع، حيث اعتدي بشكل همجي على سيارة الام تي في والزميل نخلع ضيمة، وحيث سرق الهاتف الخلوي للمصور فرناندو لحويك، وذلك في عملية سلب علنية حصلت عنوة. واعتداءات اليوم حصل مثلها قبل أسابيع على الرينج مع الزميلة نوال بري وفي ساحة رياض الصلح أيضا مع الزميلة نوال. واعتداءات اليوم حصلت وتحصل دائما في النبطية وصور وعين التينة وأمام ساحة النجمة. فلماذا الاعتداءات العنفية المتسلسلة لا تحصل إلا عندما يتعلق الأمر بالرئيس بري؟ وإلى متى سيبقى شبان حركة أمل فوق المساءلة والمحاسبة والمحاكمة ويتعرضون للناس بلا حسيب ولا رقيب؟ إن انتهاكات اليوم أضعها بالصوت والصورة بتصرف الأجهزة الأمنية ووزير الداخلية ومجلس الدفاع الأعلى والسلطة القضائية المختصة، فهل ما يتحرك ويسائل ويحاسب ويقاضي قبل فوات الأوان؟ أي قبل أن تفقدنا حركة أمل أي أمل ببناء دولة المؤسسات والقانون؟